السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض الدورة بتاعتنا. النهاردة يا جماعة اليوم 17 للدورة، تمام؟ يعني النهاردة إن شاء الله الفرخ بتاعنا عمره 17 يوم، فمعنى كده إن هو بسم الله ما شاء الله يعتبر ماشي كويس جدا. الفرخ عندنا كل يوم في الزيادة، ما شاء الله ماشية كويس، مفيش حاجة كشة ولا في حاجة تعبانة، يبقى كده اللي يعني احنا كده ماشيين صح، تمام. كل الحاجات اللي احنا بنقولها كده يا جماعه في بدايه الفيديو، التدفئه والنظافه والحاجات دي كلها، ده طبعا مهمه جدا. فعلشان كده انا يعني دايما على طول بقولها. في ناس بقى يعني ممكن تقول يا مشمان كل يوم تقولي كده، بس مش مشكله، علشان يا جماعه الناس برضو تاخد بالها. بقول لكم كل يوم خد بالكم من التدفئه والنظافه، اهم حاجه ده انا باكد عليه، علشان طبعا يعني زي ما انتم عارفين يا جماعه الاسعار بقت في السماء، يعني سعر الطيور بقى يعني غلي جدا جدا جدا، يعني سعر الطيور سواء البلدي سواء الابيض سواء الحاجات دي كلها، فحرام بقى ان احنا تعبنا عليها وصرفنا كتير وعلف وكده، وانتوا عارفين طبعا العلف غالي، فنيجي نأهمل علشان حاجة يعني بسيطة جدا احنا ممكن نعملها، فحرام. فدايما على طول يا جماعة زي ما قلت لكم النظافة باستمرار والتهوية، خدوا بالكم من التهوية، لان هو اول مكان ولا يعني ايه ندفى اول فرخ، علشان يعني لا يتكتم ولا يبرد مننا. اهم حاجه نظبط مع بعض التهويه، تمام. يلا كده يا جماعه بقى نسمي الله ونحط لايك الفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، لان طبعا لايكاتكم مهمه جدا للفيديو. اللايكات بتاعكم يا جماعه ده بتخلي الفيديو يتشاف ويرتفع ويوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بقى كده نشوف النهارده باذن الله هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتنا حلوه وماشيه معانا على العال، يعني الخلطات اللي احنا بنعملها ده يعتبر بسم الله ما شاء الله بتفرق كتير مع الفرخ. قلنا طبعا هنبعد عن الادويه خالص، وكل المشاكل ديت احنا نبعد عنها خالص طبعا بقى، يعني عند بس ما الفرخ يوصل يعني ايه يعني حوالي كده 20 يوم ولا حاجه، هنبدا ان احنا نجيب جرعه الكوكسيدي. لو في اي حاجه في مثلا يعني ممكن مثلا يعني ايه في الفضلات البن، او في مثلا حاجه مايله للبرتقاني او مايله للحمار، من دلوقتي ممكن نجيب ايه جرعه الكوكسيدي. ما فيش يعني ان شاء الله كده نستنى يومين ثلاثه ونبدا ان احنا نجيب جرعه وقائيه. ده طبعا الناس اللي مش عايزه تجيب بقى يعني او تشتري جرعه الكوكسيدي ممكن هي تغلي شيح، الشيح كويس جدا برضو، وباذن الله هعمل لكم فيديو هتشوفوه معايا، تمام. ده بالنسبه لايه عشان الكوكسيديا وعشان الحاجات اللي احنا دايما بتقابلنا ديت. الناس طبعا هي مش عايزه تعالج وعايزه تنهي الدوره يعني من غير اي علاجات من غير اي حاجه، ممكن هي تغلي الشيح يعني. طيب النهارده بقى ناخد بالنا يعني، لان حصل معايا موقف بصراحه يعني والله هو فعلا زعلني. اللي النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين كان الجو هوا شويه، فلاجل الحظ كنت انا حتى الباب بتاع الصندوق كان عندي بتاع الصندوق الخشب اللي كنت بربي فيه الفراخ دوت، طلعت لقيته مقلوب على فرخه من دهمت، وطبعا زي ما انتم عارفين بقى يعني ايه لقيته ميت. فهو بسم الله ما شاء الله كان فرخ حلو، بس يعني احنا ملناش نصيب فيه، فبرضه ناخد بيتنا عشان حاجه زي دي. النهارده يا جماعه هنعمل مع بعض خلطه كويسه جدا. الخلطه اللي احنا هنعملها طبعا زي ما انتم شايفين توم على بصل، يعني انا النهارده عامل لهم توم وبصل، معلقه عسل كبيره زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو، وبرضه نص معلقه من الكركم، دي احلى حاجه ممكن تعملها للفراخ حلوه، عشان طبعا انتم عارفين طبعا ان احنا يعني الجو مش متظبط معانا شويه، يبقى يعني الشمس طلعت قوي شويه، ابص الاقي الجو هوا شويه، يعني بيبقى ايه يعني الجو مش متظبط. فعلشان كده انا عايزه يعني الفرخ يبقى ايه محمي معايا على طول، اعمل لهم كده حاجه زي مضاد حيوي بالظبط، بدل ما اشتري مضاد حيوي من بره، لا انا بعمل لهم طبيعي. ده الخلطه طبعا مكونه من توم وبصل وليمون، وده اهم حاجه عايزه معظم الناس يا جماعه تقضي يعني ايه كل يوم المفروض 3 ايام ما نقطعش التوم والبصل والليمون، دول يبقى حاجه اساسي كل اسبوع اعملهم 3 ايام في الاسبوع، هتبص تلاقي الفرخ بسم الله ما شاء الله ماشي معاكي زي الفل، زي ما هو ماشي معايا دلوقتي كده. طبعا هعمله لهم على الاكل، وطبعا شفتوا معايا العسل والكركم. النهارده بقى هنعمل اللي على الميه الفيتامينات، اهم حاجه يا جماعه الاملاح والفيتامينات ما تتقطعش، انا هعمل لهم فيتامينات في الميه اهي زي ما انتم شايفين، لان دي طبعا مهم جدا للفرخ. ده كده دلوقتي الفراخ بتاكل اهي بسم الله ما شاء الله من العلف اللي احنا عملناه. طبعا هما يعني مجرد ان هما بيشموا ريحه البصل والثوم والليمون ده بتجذب الفرخ ان هو ياكل، يخلي الفرخ ما شاء الله يفحل معاك اكتر ويكبر معاك احسن. يعني الدوره مشيت معاكي حلوه من البدايه،
اعرف ان الفرخ هيبقى بسم الله ما شاء الله سليم وهيبيض معاك على طول. إيه يعني زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني انت شايفين الكتكوت اللي هو في اللي في عايز يطلع في قلب الفاس دوت، ده طبعا يا جماعه العرف بان في وشه، يعني بان بقى، يعني بدا ان هو يبان الديك من البربره دلوقتي. إيه وخدوا بالكم كمان بدا ان هو ايه، يعني بسم الله ما شاء الله الصوت بتاع الادام بتاعهم بدا ان هو ايه يظهر يوم عن التاني. كان الاول تحس ان هو ايه حاجه بسيطه كده وعامل زي يكون مكتوم، لا دلوقتي بسم الله ما شاء الله بدا ان هو ايه صوتهم يعلى شويه. فبالشكل ده كده لو احنا استمرنا على الخلطات والاعشاب والحاجات ديت، ده كده بسم الله ما شاء الله اضمن الفرخ معاك هيبقى زي الفل. زي الدفعه الكبيره برضو، الدفعه الكبيره يا جماعه اللي هي الشموطه اللي انا بنزل لكم منها ديت، ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله انا دبحت منها، كانت يعني علشان برضو كنا دايما بنعمل خلطات وبنعمل حاجات، الفرخ بسم الله ما شاء الله كبر معانا بسرعه. وان شاء الله يا جماعه الناس اللي ما شافتش الفيديو برضو ان شاء الله بعد ما تشوف الفيديو دوت ترجع تاني وهتشوفه انا كنت منزلاه النهارده وانا دبحه في يعني دبحه من الفراخ الشامورت ديت، وكانت بسم الله ما شاء الله الاحجام بتاعتها كانت زي الفل والطعم بتاعها كان زي العسل. آه الحاجه الشامورت يا جماعه لما بتيجي تطبخوها تيجي تبص تلاقيها في الحله كده بتزيد معاكي نفسه، كان جميل جدا لان طبعا انا عمري ما حطيت لا ادويه ولا الكلام ده خالص، اللي احنا بنستخدمه دايما الاملاح الاعشاب، لو انا حطيت دواء ولا حاجه بحط املاح وفيتامينات طبعا علشان الفرخ يفضل معايا كويس ما يجيلوش كساح ولا حاجه، فالحاجات دي بتفرق في الطعم طبعا تمام. فان شاء الله هنمشي الدوره دي برده زي ما مشينا الدوره اللي فاتت، وباذن الله برده هتتابعوا معايا الفيديوهات للاخر علشان ان شاء الله هتستفادوا منها كتير. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين التصوير انا بصوره لكم بالليل علشان بس ما حدش يستغرب ولا حاجه، انا مصور لكم الفيديو دوت اخر النهار يعني قرب المغرب كده ما بين العصر وبين المغرب، لان باجي يعني باجي اخر النهار كده بقوم بيتهم، وانا ببيت كده بصور لكم بقى يعني اكمن يعني عاد بقى اليوم ببقى قصير وكده، فانا ما بطلع واصور وكده فيكون اليوم عاد. فان شاء الله انا هحاول بعد كده باذن الله هصور لكم الفيديوهات بدري شويه على اساس اصور لكم هما في قلب الاوضه يعني، فمعلش بقى اذا كان يعني المكان ضيق ولا حاجه او الاضاءه مش واضحه قوي معاكم، فباذن الله بعد كده يعني ان شاء الله هنصور في الوسع يعني باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، متنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.